الأشواط الأربعة، ويتبقى لدينا أيضا الصراعات والتنافس المثير في أشواطنا القادمة، بداية مع هذا الشوط الذي ينطلق. هذا الشوط الأول، هذا الشوط الذي يعتبر هو شوطنا الخامس بالنسبة لترتيب أشواطنا من ضمن أشواطنا العشرين. ينطلق هذا الشوط وينطلق هذا الكرنفال في هذا الصباح الجميل، وهذه الرعاية الكريمة وهذا الدعم المتواصل، ولا ننسى أيضا دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكمي إمارة عجمان، أيضا له جزيل الشكر والتقدير لدعمه المتواصل لرياضة الآباء والأجداد، وشكرا جزيلا كثيرا كبيرا لأبناء هذا الميدان لدعمهم أيضا وضيافتهم وحسن الاستقبال. أبدأ مع حضراتكم، أبدأ مع حضراتكم مع مقدمة الشوط ومن تقود المقدمة في هذه اللحظات، وتنطلق الطيارة. يقدم لنا الطيارة عبد الله بن حميد بن حارب المهيري مع المركز الأول، نقلتنا مباشرة إلى المركز الثاني، القادمة مع المركز الثاني في هذه اللحظات بشعار محمد بن عبيد بن هويشل الخاطري، يقدم لنا أسبار مع المركز الثاني. المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات والمقدم للشحانية، هذه يعرف شعارها جيدا ويعرفها التاريخ أيضا، سعد بن طالب بن شريم المري يتقدم في هذه اللحظات مقدم للشحانية والمنطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات الهبوب ملك محمد بن سيف بن عبد الله المنصوري مع المركز الرابع. المركز الخامس الشاهنية محمد بن سعيد بن محمد الاكتبي مع المركز الخامس. هكذا متابعينا الكرام بينما نداؤنا للخمس المراكز الأولى، والقادمة أيضا الحدرة محمد بن عبيد بن حلوس العامري يتقدم مع الحدرة، وحذاري من اللي في المركز السادس، بينما المركز السابع الشاهنية علي بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر. المركز الثامن القادم الضبي ناصر بن سعودي بن حمرور العامري، ومركز التاسع في هذه اللحظات القادمة مع المركز التاسع تحمل الرقم 30 الضبي حميد بن محمد بن عبد الله العرياني، وعاشر المراكز القادمة هنالك غزل ملك أحمد بن سعيد بن منان المقدم لغزل. هكذا متابعينا الكرام نداؤنا لهذه الأسماء، ونعود إلى مقدمة الشوط إلى الحذرة اللي غيرت واحتلت المركز الأول، الحذرة المحذرة عن نفسها والمعلنة عن الانطلاق الأول. الله الحذرة، الحذرة ما زالت تحذر، ويقدم الحذرة مالك الحذرة وشعار الحذرة محمد بن عبيد بن حلوس العامري مع مقدمة الشوط، منطلق نحو السيارة، منطلق نحو الناموس، منطلق نحو الانتصار. وجميع أشواطنا في هذا المهرجان رصدت له سيارات، بداية مع سن الحقايق وختام إلى سن الكبار. وآه من متعة الكبار والصغار أيضا، لها متعة خاصة عند الكل وعند البعض أحيانا. مقدمة الشوط بالحلوس، يا بالحلوس الكيلو الأخير الكيلو الخطير، مقدم للحذرة، مقدم لها مع المركز الأول. المركز الثاني القادم الكورة،
مع المركز الثاني، ومحمد بن سعيد بن عفش المنهالي يقدم لنا الكورة. محمد بن سعيد المنهالي بينما المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات بهذا الشعار الذي اعتاد على النواميس أحمد بن حزمي بن قناص العامري يقدم النصيب، ولكن الحذرة ما زالت منصبة لنفسها، منصبة لنفسها. ما شاء الله يا بلحلوس، راح مع الناموس، راح إلى الناموس، راح بلحلوس إلى الناموس، إلى مصانع الجنوب، مالك ظبيان وراعي ظبيان مقدم للحذرة. حاس فوق تحت بلحلوس، حاسهم حوس في هذا الشوط، وراح إلى الناموس، راح إلى انتصار. الله يا الحذرة، الله يا الحذرة، اسم على مسمى يا مالك الحذرة. بلحلوس يتجه نحو الناموس، نحو الفوز، نحو الناموس، وهنا المقصورة الرئيسية في ميدان التل تحيي الحذرة، ومن فيها يحيي الحذرة. تهانينا لمالك الحذرة على هذا الفوز، محمد بن عبيد بالحلوس العامري على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه الكورة ملك محمد بن سعيد بن عفش المنهالي. المركز الثالث اللي وصلت فيه النصيبة ملك أحمد بن حزمي بن قناص العامري. المركز الرابع وصلت فيه احداث ملك سيف السلطان بن محمد العرياني. وخامسا وصلت فيه الغزي الخلفان بن محسن بن حميد المزروعي، هو مالكها ومن قدمها. اذا متابعينا الكرام في كل مكان، تهانينا والناموس لكل الفائزين في شوطنا الذي قضي قبل قليل، هو شوطنا الخامس بالنسبة من مجموع أشواطنا في هذا الصباح. قضيت الأربعة الأشواط الأولى خاصة لأبناء المنطقة، ومن بعد ذلك تبدأ أشواطنا المفتوحة لجميع المشاركين الذين دائما ما نرحب بهم، الذين أتوا للمشاركة من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. سجل يا اللي بتسجل، التوقيت الزمني الذي يتسجل الأفضل حتى هذه اللحظة 6 دقائق 5 ثواني و6 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للحذرة. تهانينا لمالك الحذرة محمد بن عبيد بن حلوس العامري على هذا التوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظة، وهو في خطر لأن هنالك يتبقى لدينا 15 شوطا سوف تكون حاضرة بكل قوة. أتمنى لبن حلوس التوفيق وللجميع. 6 دقائق 11 ثانية 6 أجزاء من الثانية هو توقيت الكرة لحظة فوزها وانتصارها مع المركز الثاني. تهانينا لمن قدم الكرة محمد بن سعيد بن عفش المنهالي على هذا الفوز. وثالث المراكز النصيبة ملك أحمد بن الحزمي بن قناص العامري، 6 دقائق 14 ثانية و9 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لصاحبة المركز الثالث. إذا متابعينا الكرام.